بس ده مش عايزين حقيقي. ننسى جمهور الكويت. نروح لجماهير الكويت عشان نروح للرسالة اللي احنا حابين دايما نطلع بيها من الرياضة، من كرة القدم، في الوقت اللي البعض بيشدنا فيه بعيدا عن كرة القدم وبيشدنا فيه لمساحة من التجاوز والتطاول مستحيل تجدها على شاشة قناة النادي الأهلي، لأن احنا هنا ملتزمين كل البرامج بلا استثناء، بلا استثناء يعني بلا استثناء، إن مفيش أي لفظ يكون خادش للحياة، إن مفيش أي تلميح يكون خارج عن النص، ملتزمين بكل الأكواد الإعلامية، ملتزمين بمبادئ النادي الأهلي، بسياسة النادي الأهلي. أنت هنا بتتحدث بشكل النادي الأهلي، بأسلوب النادي الأهلي، ويمكن إحنا عارفين إن النادي الأهلي مفيش أي خروج عن النص، ولو في خروج عن النص ده بيكون يعني حالة من حالات يعني النادرة جدا في تاريخ النادي الأهلي، وبيكون جماهير النادي الأهلي وأعضاء النادي الأهلي ضد هذا الخروج وضد هذا التجاوز، لأن ده مش لوننا ولا ده شكلنا. فالرياضة هي بتقرب الشعوب، فلما كنا بنعتب على اللجنة المنظمة في الكويت، لا، لازم لما نشوف فيديوهات زي دي نرجع نتكلم، خاصة إن الكلام ده عن أجيال صاعدة. فتعالوا نشوف جماهير الكويت ما قبل مباراة منتخب مصر أمام منتخب بلجيكا المصنف الثاني عالميا. بلجيكا ومصر، ها؟ مين راح تشجع؟ أشجع مصر، مصر أحسن ناس في الدنيا. شلون؟ أحسن ناس في الدنيا. ما شربتش من الهب، جربت تغني. كلمة تقولها حق محمد صلاح. حياك الله محمد صلاح، والبلد بلدك. اقعد عندنا الصباحية، تفضل، البلد بلدك، مرحبا ومسهلا بجميع. دندن يا صلاح، مول يا صلاح، غني يا صلاح، اضربنا يا صلاح. محمد صلاح شنو؟ محمد صلاح بطل العالم. بطل العالم؟ بطل، احسن لاعب. افضل لاعب في العالم. شو تقول حق محمد صلاح؟ ان شاء الله يفوزون لانهم عرب مثلنا، واتوقع ان مصر تفوز. والله كذي. منو هذا؟ محمد صلاح ما استغني عنه، والله اموت احبه. والله ده الرد المناسب ليكم، يعني بجد بجد، ده الجيل الصاعد، ده الشباب، دول شباب المستقبل، هو ده اللي هيعمل اللحمه الوطنيه العربيه، هو ده يعني اللي يقول لك قد ايه ان الرياضه المفترض تقرب ما بين الشعوب، فما بالك بالشعب الواحد، ما بالك بالشعب الواحد، دي رساله للبعض، ما بالك بالشعب الواحد، احنا المفروض نكون اقرب بكتير من بعض. شايفين جماهير الكويت، شايفين الشباب، الولد بيقول بمنتهى الحماس احسن ناس في الدنيا، احسن ناس في الدنيا، بمنتهى الحماس، والبلد بلدك، وطبعا يعني العشق الكبير لنجم طبعا افريقيا والوطن العربي محمد صلاح، فخر العرب فعلا. وكنت سعيد جدا ان فخر العرب وهو بيلعب امام محترفين كبار ان منتخب مصر ينتصر له في قصه ان هو يسجل في كورتوا وينتصر له على المستوى الشخصي. كورتوا ادني بصراحه، فمش عايز اتكلم في النقطه دي، لكن خلينا نتكلم في النقطه الايجابيه. فارس، ازاي النشأ اللي طالع ده والتربيه السويه دي، وخد بالك ده دي كمان تربيه الاباء، يعني هم مش طالعين كده من نفسهم، لا، ده دور اللي زرعوا فيه ابائهم. بص، وده بياكد لك على مدى ان انت ما زلت متمسك بالعراقه والعروبه اللي ما بيننا مهما حصل من بعض الحاجات الصغيره. احنا زي ما قلت لك، ظاهر في تفاعل الناس مع كاس العالم، وازاي فكره انك بتحس ان اي نقد سلبي بيخصك انت وبيمسك انت. على الجانب الاخر بنشوف سواء دول اوروبيه او دول في امريكا الجنوبيه ازاي بتقدر تعمل تحالفات، وازاي بيكون مشاعرها الرياضيه قريبه جدا. ولكن انت الواقعه اللي انت ذكرتها عن منتخب انجلترا، انا شايف انها افقدت منتخب انجلترا تعاطف كل العالم كتير كتير. انا عايز اقول لك الاف التعليقات على التويت اللي نزلت دي، يعني من العرب كلها سلبية تجاه منتخب انجلترا نتيجة طريقة التفاعل مع الحدث. وانت بتبرز لقطة كان في حاجات كتيرة جدا ممكن تتكلم عليها. انت المفترض كمنتخب جاي تلعب بطولة كاس عالم، انت المفترض تحاول تقرب من ثقافة الشعوب دي عشان تكسب تعاطف. انا معاك جدا في ده. وكمان بقى فيما يخص الفيديو اللي احنا عرضناه أسامة، انت قلت حتة ان دول اطفال. يا جماعة، مشاعر الطفل لا تجزم، مستحيل تحط طفل قدام الكاميرا ويبقى بهذه العفويه ويجذب. مش معنى كده ان الكبار مشاعرهم مختلفه، لانه سما قال حته ان ده تنشئه ونتيجه مجتمع كامل اكيد بيكن مشاعر ايجابيه. ولكن كمان حتى لو الكبير بيكون احيانا عنده مشاعر بيفكر فيها او بيحسبها او بتكون فيها توازن شويه او انفعاليه تجاه موقف او غضب ما، انما الطفل لا،
الطفل لا مش هيجمل الكلام استحالة. فالمشاعر يا جماعة طالعة بهذا الحب وهذا الكم من الفرحة والتآخي والمحبة. دي رسالة إعلامية وده دورنا هنا. احنا لازم يا جماعة نفرد وقت ومساحات ونروح للحتة دي لان ده دور الإعلام. دور الإعلام ان مش الأهلي خط أحمر بس, ده أماكن كتير جدا تشوف فيها الفيديوهات ده. لان كام واحد هتغير ثقافته وعقليته تجاه أحداث معينة بتتاخد فيها الصورة ان هو ده مشاعر الناس تجاه شعب زي الشعب المصري. لا, احنا عندنا حاجة كويسة جدا لازم نبني عليها ونبدأ بقى نفكر ازاي نبرز الإيجابيات اللي عندنا واللي بيننا وبين بعض.